السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقتنا النهاردة من برنامج مطبخ على الهوا مع الشيف اسماء. زي ما وعدتكم وزي ما اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل كل حاجة بناكلها بره في المطاعم هنا في قلب بيتنا، بتكلفة سهلة وبسيطة ومقادير ان شاء الله موجودة عندنا كلنا، مش هتكلفنا اي شيء. جايبه لك النهاردة حاجة سهلة وبسيطة خالص، الستيك بيتعمل بكذا نوع، كذا قطعية لحمة. احنا هنختار بقى الحاجات السهلة كده مع بعض اللي احنا نعملها في البيت بمنتهى السهولة وبمقادير مش مكلفة خالص. جايبه لك النهاردة لحمة قطعية ريبراي اهي، قطعية جميلة كده طالما فيها الجغد دون والحاجات البيضة دي هي اللي بتخلي اللحمة جوسي وجواها العصارة بتاعتها محتفظة بيها. وجايبه لك معايا النهارده ان شاء الله الحلو كب كيك الشوكولاته اللي اتطلب مني الحلقه اللي فاتت كتير، وان شاء الله هنعمله بمنتهى السهوله، وهجاوب على كل الاسئله اللي جت الحلقه اللي فاتت وما لحقتش ان انا اجاوب عليها. ان شاء الله مخصله وقت النهارده ان انا اجاوب عليها. وحابه ان انا اشكركم جدا 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 على التفاعل اولى حلقاتي في برنامج مطبخ على الهوا، بشكركم جدا جدا، بشكر كل اللي قال لي كلمة كويسة وشجعتني ان انا اطلع لكم تاني ان شاء الله. ونسمي الرحمن ونشتغل على طول في الستيك. لازم يكون عندي الطاسة بتاعتي او الصينية او اللي انت عايزة تشتغلي بيه يكون سخنة جدا، اهم حاجة عشان الصدمة اللي هنديها للستيك او اللحمة يحتفظ بالعصارة بتاعته ما تنزلش، فنيجي ناكلها كده نلاقي ايه الجوسي جواها كده محتفظة بيه. معايا المقادير بتاعتي النهاردة، الستيك زي ما انت عايزة، الكمية حسب عدد افراد اسرتك، مش هاخد اي توابل كتيرة خالص، ملح وفلفل وبهارات لحمة والزبدة ومش اكتر من كده، مش محتاجة اكتر من كده. عندي شوية زعتر فريش، روزماري فريش، هنطعم بيهم النهاردة وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ونقول معانا اول اتصال في الحلقة النهاردة، ام امل. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، منوراني. الله يخليك. بعدينك عايزة اعرف طريقة عمل مكرونة بشاميل. استاذة امل نورتيني باتصالك، وهقول لحضرتك حاضر على مقادير المكرونة البشاميل. زي ما انتوا شايفين انا حطيت الزبدة ومعاها شوية زيت عشان ما تتحرقش في الطاسة بتاعتنا اللي هنشتغل بيها، وهنزل على طول بالستيك، بس احس ان هي سخنت قوي والزبدة ساحت قوي قوي عشان الصدمة اللي هتاخدها هي اهم حاجة عندي في الموضوع كله. خلينا نتفق بقى، اهي حتة الستيك بتاعتي جميلة اهي، ولا هضرب عليها ولا اي حاجة، هشتغل بيها دلوقتي بهرها دلوقتي، ما ينفعش ان انا بهرها. معانا اتصال، استاذة اية. الو الو الو، اهلا وسهلا. اهلا استاذة اية، نورتيني. الو استاذة اية، ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ طب كلمينا تاني يا استاذه ايه، شرفتيني باتصالك. انا هنا حطيت شويه ملح صغيرين وشويه فلفل وشويه بهارات لحمه، بس خلاص خلص الموضوع معايا، مش محتاجه اكتر من كده. انا هنزل بيها دلوقتي، يبقى انا هبهرها دلوقتي، مش هينفع ان انا اسيبها في البهارات او في الملح والفلفل والبهارات اللحمه او جوزة الطيب لو انت عايزة، فهتفقد القيمة بتاعت اللحمة او طعم اللحمة اللي انا عايزاه. عشان احس بطعم اللحمة اهي زي ما انت شايفة، واسمي الرحمن، عندي سخن جدا، وانزل الصدمة اللي احنا سمعناها دي هي دي اللي هتخلي قطعة اللحمة بتاعتي. معانا اتصال، ام امجد. الو ام امجد، الو. معلش انا اسفه يا ام امجد، شرفينا باتصالك مره تانية.
انا ما حطيتش القطعتين ورا بعض، استنيت لما الطاسه ترجع تاني تاخد درجه الحراره اللي كانت فيها عشان اقدر انزل قطعه الستيك التانيه. معانا شيماء من بني سويف. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، نورتيني حبيبتي. انا عايزه اقول لك انا بحبك قوي قوي ومبسوطه جدا ان انا شايفاك، ويا رب دايما اشوفك. ربنا يخليكي ليا، واسعدتيني باتصالك جدا 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 ونورتيني، ومش عارفه اقول لك ايه. متشكره جدا على ذوقك واحترامك. الله يخليكي. عايزه اقول لك انا جربت الاكل جدا. ربنا يخليكي ليا ويحسن ما بين ايديكي. متشكره جدا جدا استاذه شيماء. معانا استاذ ايهاب ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ ايهاب. ازيك يا شيف اسماء؟ الحمد لله، عامل ايه؟ نورتيني باتصالك. الله يكرمك يا فندم. انا الكابتن ايهاب هلال من ارض اللواء. اهلا وسهلا، نورتيني باتصالك. اهلا وسهلا. لو سمحتي اول حاجه ما تقوليش المؤامره على البشاميل. ثاني حاجه. ايوه اتفضل مع حضرتك. عايز اعرف انا عامل بوفتيك. بس انا مش عارف انا الفراخ تبقى مسلوقه ولا نيه. بوفتيك ولا بانيه ولا انا سمعت ايه؟ بوفتيك يا فندم. بوفتيك. حاضر. هقول لحضرتك حالا يا استاذ ايهاب، تشرف ازاي تتعامل مع البوفتيك، وشرفتني جدا باتصالك واسعدتني، ربنا يخليك ليا. زي ما انتم شايفين بستنى لما الحراره ترجع تاني تاخد نفس المستوى. مش هقلب لما يفوت 3 4 دقايق على الوش اللي انا حطيته عشان يبقى المسام قفلت، واطمن ان هي مش هتنزل الميه بتاعتها. بس ممكن اعمل تركية صغيره كده، ان انا ممكن احط قطعه زبده على كل وش من هنا عشان اضمن ان هي. معانا اتصال استاذ محمد من القاهره. الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. الو. ايوه يا استاذ محمد، مع حضرتك. اهلا وسهلا. متاسفين، عاود الاتصال بينا تاني يا استاذ محمد. ناخد ام اسلام معانا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا ام اسلام. الو. متاسفين جدا، معلش كلميني مره ثانيه. زي ما انتم شايفين كده، هبص بقى على اول واحده انا حطيتها اهو، اللون اللي انا عايزاه. ومعانا اتصال استاذه ليلى من اسيوط. الو. الو. الو استاذه ليلى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي كنت عايزه مشروبات للمناعه. مشروبات للمناعه. حاضر، اقول لحضرتك حالا على مشروبات للمناعه واكلات للمناعه كمان، محتاجينها جدا في الوقت اللي احنا فيه. من عينيا. حاضر. اخر قطعه ستيك معايا نزلتها، استنيت لما درجه حراره الطاسه ترجع تاني سخنه زي ما كانت عشان ما فيش اي قطعه ستيك معايا تنزل الجوز بتاعها او العصاره بتاعتها. ده اللون. جه دلوقتي وقت التنكيه عشان انكه الستيك بتاعي من غير ما احط عليه توابل تحرقه او تخلي. معانا اتصال استاذه دنيا. الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا سيف؟ أهلا وسهلا بحضرتك، نورتيني. منورة والله. ربنا يخليكي. أنا أكتر. بعد إذن حضرتك، بس أنا عندي سمك اللي هو السوبيا الكبير الكالميري، مش عايزة طريقة ليه تكون حلوة. سمك إيه؟ السوبيا الكالميري. كريميس. ماشي، عينيا. حاضر، هقولك على طريقة حلوة جدا وسهلة جدا كمان. متشكرة جدا ليكي يا أستاذة بقى. زي ما انتم شايفين الزعتر والروزماري فريش عشان ما فيش حاجه تحرق لي الستيك بتاعي. بنزل بيهم كده في حتت متفرقه بين الستيك عشان اخد النكهه بتاعتهم والطعم بتاعهم وطبعا الغذاء بتاعهم.
وحطهم في حتت متفرقه في الاستيك. طبعا الاستيك السوا بتاعه بيختلف من واحد للتاني او كلنا عامه الشرقي بيحبوا يعني ولدن قوي يعني مستوي، ما بيحبوش اللي هو راير بيكون لونه وردي كده من جوه. فكل واحد طبعا وذوقه. معايا توم ما عملتش فيه حاجه، انا بس هرسته كده. معانا استاذه اسراء. الو. الو، مساء الخير حضرتك. اهلا، مساء الفل على عيونك. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله دايما. حضرتك اول. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ممكن لو سمحت حضرتك رقمك الخاص؟ عناية. حاضر، في الكنترول اتواصلي معاهم ويدوك الرقم بتاعي. تحت امرك، شكرا لاتصالك. الستيك كده بتاعنا شغال زي ما اتفقنا. كل 3-4 دقايق هقلبه عشان يفضل مستوي معايا ويوصل للدرجة اللي انا عايزاها، وفي نفس الوقت يحتفظ بالعصارة بتاعته ما ينزلهاش. ناخد استاذ انور ونقول الو. اهلا وسهلا. الو. اهلا. ايوه الو. اهلا وسهلا استاذ انور، اتفضل. مساء الخير. مساء النور. كنت عايز اسال حضرتك يا شيف، هو حضرتك هتتواصلي معانا في رمضان ولا حلقات كده معينه ولا ايه؟ ان شاء الله هكون متواجده مع حضراتكم على طول ان شاء الله، وده بتشجيعكم. طيب. ليا. طيب، وبالنسبه لحضرتك مش مركزه خالص على الحلويات، عايزين انواع حلويات كده. انا والله على قد ما بقدر يا استاذ انور، كل حلقه بجيب حادق وحلو عشان يعني اكون بوفي بجميع الطلبات ومش مقصره مع حد. من عينيا. طيب. طب حضرتك مالكيش مواعيد ثابته عشان نتابع حضرتك؟ مواعيدك ايه؟ بتبقى في الاسبوع ولا؟ حاضر، من عينيا هقول لحضرتك ان شاء الله. على الاعاده بتاعت النهارده الساعه 1 بالليل ان شاء الله. شرفتني باتصالك يا استاذ انور. لسه الستيك شغال معانا اهو، مش عايزين ننساه خالص اهو. بس مفيش مانع ان انا كل شويه اخد من الزبده الحلوه المتنكهه دي واحط عليه كده كله. طبعا ايه، ريحكم معايا بقى وشامين الريحه الجميله دي. النهاردة عايزين برضو نكمل موضوع التغذية، وازاي نخلي بالنا من ولادنا، وازاي نخلي بالنا في الظروف دي ان احنا بنعقم بيتنا على طول. اي حاجة بنعقمها واي حاجة بننظفها، سواء الادوات سواء الكونتر سواء اي حاجة عند حضرتك بتعقميها كل يوم لسلامتك وسلامة ولادك. هستأذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم. مش هعمل اي حاجة، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما عملتش اي حاجه، مستنيه حبايبي لما يرجعوا لي. اهو زي ما انتم شايفين الستيك زي الفل كده، هيستوي كده. هيستوي، هيبقى زي الفل، ولا التكليف افخم مطعم بره، وكلنا عارفين طبعا الستيك غالي جدا بره. اهو كده. بس في الوقت ده انا عندي حل الاثنين، يا طلعه ادخله اللي في صينيه في الفرن يكمل باقي السوى بتاعه،
معانا اتصال استاذه اروى. الو الو، ازيكي يا شيف؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، منوراني باتصالك. الله يخليك. تؤمري باي سؤال يا استاذه اروى؟ عايزه اقول على فكره الست اللي اتصلت في اول الحلقه دي ست مش محترمه. معلش مش سامعه حضرتك قوي. ايوه يا استاذه رؤى، بقول لك سامعاك. الو، بقول لك الست بس اول رسالتك وصلت يا استاذه اروى، وبشكرك جدا على الاتصال، بس هي واضح ان هي كانت واحده بتتعامل مع اولادها، ما كانتش المقصودين بيها البرنامج، هي واحدة بتتعامل مع أولادها في البيت، فعادي بقى حضرتك عارفة يعني لما بنتنفس شوية كده يعني عادي يعني بنعديها لبعض عادي. تسلميلي يا أستاذة أروى، أنا قلت لحضرتك عندي حل من اتنين، يا طلعه دلوقتي أدخله الفرن يكمل السوا بتاعه، يا إما ممكن أديله شوية مية كده سخنين كده مش كتير، هو ربع كوباية مية، وهغطي عليه واشتغل في حاجه تانية، اعمل لك الكب كيك اللي انا قلت لكم ان شاء الله هعمله الحلقه الجايه بمنتهى السهوله، ولو ما عندكيش قوالب الكب هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. لاحظ ان انا ما وطيتش النار، او لازم يبقى على النار متوسطه، مش لازم يوطى عليه النار خالص الستيك يا جماعه عشان ما ينزلش العصارة بتاعته او المية بتاعته. استاذة اروى رجعت لي تاني. الو، بقول لك معلش انا اسفه، انا اعرف برضو اللي هي ما تقصدش اللي انت، بس يعني انا بقول المفروض تتعامل مع اولادها باحترام. معلش يا استاذة اروى، والله احنا يعني انا بلتمس لها العذر، كلنا بنبقى تحت ضغط او كده، ف معلش هو المفروض طبعا من الالفاظ دي ما تقالش طبعا على التلفزيون ولا في اي حته، فيعني نلتمس العذر ان هي ممكن نرفزه او حاجه عايزه تسمع الحلقه والاولاد مغطين عليها، كلنا عارفين يعني بنحب نتفرج على حاجه. فانا بشكرك جدا على ذوقك ورقيك، وسعيده جدا بمكالمتك يا استاذه اروى. على طريقه عمل بالزيت. نعم، عايزه اسال على طريقه عمل بالزيت. عمل ايه؟ البسبوسه. البسبوسه يا استاذه اروى؟ بسبوسه يا شيخ. سمبوسه. صوت حضرتك واطي، يا اما انت رايقه جدا يا استاذه اروى. البسبوسه. البسبوسه، حاضر من عينيا، ورقه وقلم اكتبوا ورايا على طول. البسبوسه الاستاذه اروى اللي كانت زعلانه على الاتصال اللي حصل اول الحلقه، هسيب كل حاجه وهقول لك على البسبوسه. البسبوسه انا عملتها الحلقه اللي فاتت، قلت لك هشتغل بلبن، مش هشتغل بلبن رايب ولا بزبادي، 600 جرام دقيق سميد، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن، وبخلط معلقه عسل على اللبن بتاعي وادوبهم في بعض، وبنزل كل المكونات دي على بعض، 600 جرام دقيق سميد، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، وما بعجنش فيهم كتير عشان ما تطلعش ناشفه معاكي. المكونات كلها بتتجانس مع بعض، بنزلهم في صينيه دهناها الاول سمنه وبعدين طحينه عشان القعر يطلع مقرمش بتاع البسبوسه بتاعتنا، وبدخلها الفرن، اول ما الاقي الحروف استوت او احمرت بولع لها الشوايه دقيقتين، وبيبقى كده معاكي احلى صينيه بسبوسه بتطلع، بنزل عليها بالسيرب الخفيف السخن، لازم يكون السيرب سخن وهي كمان سخنه. دلوقتي اشكرك استاذة دلوقتي هكلمكم على الكب كيك. كتير مننا في البيت ما عندوش قوالب الكب كيك، سواء السيليكون او التانية التيفال، او بصي ده بيخلي الكب كيك تحفة، بيطلع ما شاء الله عليه. جربيه وعلى ضمانتي متوافر ومش غالي، واعتقد كلنا بنشوفه في جميع الاماكن. هقولك على مقادير الكب بتاعتي، سهلة وبسيطة خالص. معايا كوباية ونص دقيق، معايا كوباية سكر،
معايا 4 بيضات، معايا كوباية لبن، معايا نص كوباية زيت، ومعايا معلقتين كاكاو خام مش مسكر. حاطه هنا نص باكو بيكنج باودر او معلقه مش مليانه قوي، معلقه ممسوحه. ومعايا الفانيليا هحطها على الكب على البيض اول ما انزله دلوقتي. هسمي الرحمن واشتغل في الكب بسرعه على ما الستيك بتاعنا يستوي. بسم الله. نص كوبايه زيت، هحط معاها السكر. هتشتغلي في الخلاط وبمنتهى الامان كل المقادير. كل المقادير. اللبن، معانا ام اسلام. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب، وامه محمد كلها طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. تأمريني يا ام اسلام. انا من شبرا، انا عايزه اعرف بس المكرونه البشاميل بالشاورما بتاعت الفريخ. ماشي، احنا هنسميها نجريسكو بقى، ما نسمعش ايه مكرونه بشاميل بالفراخ. ماشي ماشي ماشي. حاضر، اقول لحضرتك حالا عليها. نورتيني باتصالك يا ام اسلام. قبل ما اشغل الخلاط وانشغل عن الستيك المهم جدا بتاعي النهارده، افتح واشوف اهو لسه. قلبته، هرجع هقفل عليه تاني وهسيبه برده على نفس النار العاليه. يلا بينا نشتغل في الكب. الفرن بتاعتي شغال على درجه 180 من قبل ما اشتغل في الكب كده شويه. حطيت هنا ايه؟ حطيت 4 بيضات، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، وفانيليا. المكونات كلها بتتضرب مع بعض. وبنزل بالدقيق، دي لازم يكون منفول عشان يكون فيه طراوة. وبشتغل كده براحتي خالص، مش خايفة من حاجة. لما الصوام يتقل على الخلاط هنزله اقلبه فيه تقلبتين وخلاص الكب بتاعي جاهز. هيحط معلقتين او معلقتين ونص كاكاو حسب لون الكب اللي انت عايزاه. هفتح واشوف القوام بتاع الكب، هو ده اللي انا عايزاه ولا لا. معانا اتصال ام ساره. الو. الو. اهلا وسهلا، ازيك يا ام ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لا الحمد لله يا حبيبتي، منوراني. الله يخليك. عايزه الناس من اصل اللي هي تعمل مثلا نظافه عن نظافه المطبخ، لان في ناس كتير جدا ما بينظفوش مطبخهم، مطبخهم ده بيبقى والله يا ام ساره، انت فعلا الموضوع ده مهم جدا وانا بتكلم عليه على طول. موضوع النظافه مهم جدا جدا جدا، وانا قلت المره اللي فاتت مطبخك هو عنوانك او بيتك هو عنوانك. لازم ان انا انظف الدنيا حواليا، صدقيني عمر المرض ما هيخش لي ولا هيعرف طريق بيتي. وبالذات يا شيخ
يعني انا كتير. انا لو بنضف يا مساره انا لو بنضف هيشيل المرض منين؟ وكان انا كل شويه ايدي بعقم وبنضف وبشتغل بنضف وبعقم وبشتغل يبقى ما اديتش فرصه حتى لاي ميكروب يخش لي او اي حاجه تخش لي. طالما انا معقمه نظافتي هي سلامتي وسلامه ولادي وما بتاخدش وقت ولا مجهود. فانا بشكرك جدا على الموضوع اللي انت فتحتيه وموضوع مهم جدا وانا بتكلم عليه والله طول الحلقه دي وطول الحلقه اللي فاتت موضوع النظافه. صوتك بعيد شويه يا ام ساره. بقول لك يا ريت تحببي الناس اضعف في الطبيب عقيل الاكل لان في ناس بتعاني من مشكله عقيل الاكل. انا مش سامعاها حقيقيا. شكرا يا ام ساره وهعمل لك كل اللي حضرتك عايزاه من عينيا حقك. ابتدي اشغل تاني. انا وقفت عشان الاتصال لقيت القوام بتاعي خفيف. نبص على القوام كده مع بعض واعذروني ان انا بسكت لان صوت الخلاط عالي فمش سامعاكم او مش هتسمعوني. ده القوام اللي انا عايزاه بس خفيف سنه. فانا هديله كمان نص معلقه الكاكاو اللي موجوده معايا لان بيختلف من دقيق لدقيق وده دقيق جميع الاستخدامات مش دقيق حلويات ولا اي حاجه. خلاص كده الكب بتاعي جاهز معايا. معانا استاذه فوزيه. الو. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا نورتيني. نورة بيك والله. ربنا يخليك يا رب واموريني. الامر ازاي؟ بقول لك يا شيخ هو في واحده قالت لي النهارده ان وسيله التعقيم ممكن البرتقال واليوسفي قشر الليمون وقشر البرتقال وقشر اليوسف تحطيهم في ميه تنقعيهم وتعقمي بيهم. هي جميله برضو وكل حاجه بس انا يعني عارفه لو قلت لك ان انا قشر البرتقال بغسله كويس جدا او الليمون بعد ما اعصره تحتفظي بالقشر بتاعه مش تعقمي بيه. ده انت ممكن تشربيه ده فيتامين سي لان هو اساسا الفيتامين في القشره اللي احنا بنشيلها. فهو طبعا حاجه جميله جدا جدا طبعا. يعني كده لازم طبعا اغسله الاول عشان مش هستخدمه بالظبط كده. حتى لو هتقشري البرتقانه لاولادك انت لازم تقشريها كويس جدا وتنشفيها وبعدين تبتدي ان انت تقشريها. شكرا خالص. العفو. نورتيني بتصل. الستيك بتاعنا خلاص قربت اطلعه ان شاء الله. بصوا حضراتكم شايفين معايا لون الستيك عامل ازاي. شرب العصاره اللي نازله منه. دلوقتي انا ممكن انقله على عين اخف حراره وما خفش ولا اي حاجه. هو كده الحمد لله خلاص دخل في السوى او استوى خالص زي ما انت شايفه منظره. وان شاء الله طعمه يكون احلى. مش هحط عليه الورقه تاني خلاص انا خدت اللي انا عايزاه كده. وهبتدي اشتغل على طول في القاب بتاعي زي ما قلت لك ما خدش وقت ولا مجهود وشغله من الخلاط ما عملتش اي حاجه. اهو ده القوام بتاعه ولا تقيل ولا خفيف بس اتقل شويه من عجينه الكريب. معانا ابو خالد من القاهره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ابو خالد؟ بنشكركم على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا رب ما تحرمش من ذوقك. الله يبارك فيك. عايزين اول حاجه عايز اهدي اهداء خاص للمدام وربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يشفيها لك ويخليها لك يا رب وكلنا بندعي لها. عايزين نسالكم عن اللي هو التشيز كيك بعد اذنك. التشيز كيك؟ اه. حاضر بس كده يا ابو خالد وهعمله لك على الهوا من عينيا الاثنين. شرفتني باتصالك.
معانا استاذ حسام. ايوه. الو. الو، مفيش اكلات دايت تعمليها كده؟ اكلات ايه؟ الو. اكلات دايت. دايت في كتير يعني حضرتك، لو الستيك دون انا حطيت بالظبط معلقه زبده واحده ومعلقه زيت واحده، فهو من احلى الاكلات. لو عايزه دايت اكتر ممكن نعمل جنبيه خضار سوتيه. ومن عينيا حاضر يا استاذ حسام، اقول لحضرتك على اكلات دايت سهله وبسيطه جدا وتقدر تعملها. زي ما انتم شايفين الكب بتاعي اهو، حطيته في القوالب بتاعتي، عملت نص القالب اهو، واسمي الرحمن وادخله الفرن معايا. طبعا الكميه اللي انا عملتها النهارده بتعمل كتير جدا، بتعمل ممكن 20 او 18 كب من ده. انت بقى وحسب، عايزه اكتر بتزودي الكميه، عايزه اقل بتقللي. مسمي الرحمن وادخله، على 180 درجة، وبيقعد حوالي 25 دقيقة مش اكتر من كده. وهشتغل دلوقتي في الرز على ما الكب بتاعي يطلع ان شاء الله. عسامي الرحمن، هنعمل جنبيه رز ابيض اللي بيتقدم معاه في المطاعم، سهل خالص وبسيط. اهو الرز بتاعي، بنزل بقطعتين زبده، وعليها شويه زيت عشان ما تتحرقش. خلاص وكده، دي الماده الدهنيه بتاعتي اللي انا هشتغل بيها الرز بتاعي. هتسيح بس وهشتغل على طول في الرز. عايزه اجاوب لحبيبتي اللي اتصلت مرتين الحلقه اللي فاتت تسال على المشبك، انا مش ناسياكي، من عينيا حاضر، وهجاوبك حالا عليه المشبك. عندي اقل كميه هتعمل لك اقراص كتيره حسب الحاجه اللي انت عندي كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه خميره، ومعلقه سكر، ونص معلقه ملح. ادي مقادير المشبك، وبياخد من حوالي من كوبايه لكوبايه وربع ميه، حسب ما قلت لك الدقيق بيختلف من عندي لعندك او من نوع لنوع. بصي، بنخلط كل المكونات مع بعض بتاعت المشبك اللي قلتلك عليها، كوباية دي، نص كوباية نشا، وعليهم معلقة خميرة ومعلقة سكر ونص معلقة ملح ومية دافية للعجن مش اكتر من كده. ادي مقادير المشبك. لو حابة تحطي مية زهر معلقة، حابة تحطي مية ورد برضو معلقة. ادي مقادير المشبك، بعجنهم كويس قوي لما بتبقى عجينة بالظبط زي بتاعت الكريب، وبغطيها تخمر. اخد اتصال استاذ عبد الله. مساء الخير يا شيف اسماء. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ عبد الله؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ وحشنا معاك لحضرتك والله. ربنا يخليك، منورني باتصالك يا مستر عبد الله. تأمرني باي شيء؟ معانا اتصال استاذه نوره، ونقول الو. الو، السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ازيك يا استاذه نور، عامله ايه؟ الحمد لله والله، منوراني. لو سمحت، تنورك. لو سمحت عايزه اشتري فرن كهرباء، اشتري ماركه ايه؟ حضرتك نمرتي في الكنترول، خديها وانا اقول لك على نوع كويس جدا تشتريها بعد الهوا ان شاء الله. اجاوب حضرتك، شرفتيني باتصالك يا استاذه نورة. خلاص الاستيك خرج معانا، خرج معايا الستيك بتاعي اهو، جميل وسهل وما خدش وقت ومجهود. وطبق بيتقدم في المطاعم صدقيني غالي جدا، بس انا ممكن على ما الرز يتعمل ان انا اغطيه واسيبه عشان
ما ينشفش مني. زي ما انتوا شايفين قطعة اللحم فيها الجوسي بتاعتها اهي وطرية. هبتدي اشتغل على طول في الرز. بسم الله. ده رز ابيض عادي خالص اللي كلنا بنعمله في بيوتنا. وده رز مغسول اهو متصفي. سمي الرحمن كده. ونشوح الرز كويس قوي في المادة الدهنية بتاعتنا عشان يبقى مفلفل. انا جاوبت حضرتك على المشبك عشان ما تزعليش مني، عشان انت طلبتيه مني كذا مرة الحلقة اللي فاتت. بتسيبيه يخمر وبعدين بتحطيه في كيس تلاجة وبتنزلي في زيت متوسط الحرارة مش سخن، وبتعملي شكل عشوائي كده وبتقلبيها وبتنزلي في سيرب تقيل. بفضل اقلب كده في الرز بتاعي. جماعة طول ما احنا قاعدين هنقول اللهم ارفع البلاء عنا يا رب، وان شاء الله هنكون احسن بلد ان شاء الله. بس برضو النظافة، وهفضل اكلمك كل حلقة وكل شوية على نظافة المطبخ، نظافة الشقة، النظافة عموما شخصية. اعتقد الاكل اللي احنا بناكله بره غالي جدا، وصدقيني هو حاجة بتتعمل من مفيش بمنتهى السهولة. بحط الملح بتاعي. للبنانيت اللي لسه ما يعرفوش يعملوا الرز، الرز المصري كل كوباية رز عليها كوباية مية، حتى لو هتعمليه بشعرية عادي تعملي خالص كأن مفيش شعرية. كل كوباية رز عليها كوباية مية. الرز البسمتي كل كوباية رز عليها كوبايتين مية. ده الفرق بس بين الرز ده والرز ده. خلاص كده الرز اتشوح كويس معايا. بنزل بالمية بتاعتي. بسم الله. عندك مية، عندك مرقة تمام، عندك مية تمام، اي حاجة عندك حابة ان انت تشتغلي بيها اشتغلي، متقفيش على اي حاجة. خلاص كده وهغطي الرز بتاعي واسيبه ياخد غلوة كده، وبعدين اوطي عليه يتشرب. الكب كيك هيقعد 20-25 دقيقة وبعدين نفتح عليه. وزي ما قلتلك ده ممكن انا اغطيها لغاية ما الرز يتعمل عشان ما تنسخش منه. اللي هيقولي الالومنيوم مش صحي، في الومنيوم بيستخدم للطبخ صحي وفي لا، فانت ما تسترخصيش. هتعملي اكل يبقى تجيبي الالومنيوم الخاص بالاكل بتاعك. خايفه جدا ومش مطمنه من الحته اللي انت جايبه منها، بتغطيه الاول للاكل بتاعك عموما بورق زبده وبعدين بتغطيه بالورق الفويل بتاعك. اعتقد ان كل حاجه سهله وبسيطه وما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وتقدري تعملي كل حاجه في بيتك وبحب لاولادك ولاسرتك الكريمه. كان عندي سؤال اللي هي عايزه نجريسكو اللي هي المكرونه البشاميل بالفراخ. احنا بنتبل عادي خالص الفراخ كانها شاورما. بجيب الفراخ بقطعها قطع صغيرة، بعد كده بنزل عليها بغسلها مش قوي يعني مش بنقعها قوي، بس انا بعصر عليها ليمونة وشوية خل وابتدي ان انا اغسلها كويس
ده كفايه البلانشه اللي هي بتتقطع عليها، فلازم الخل والليمون عشان اضمن ان مفيش اي بكتيريا ولا اي حاجه موجوده فيها. وبعد كده بشطفها كويس تحت الميه واسيبها تتصفى، واخدها انزل بيها في طاسه سخنه جدا، اعمل لها صدمه مع الماده الدهنيه بتاعتي سواء الزبده بتاعتك او الزيت. بعد كده بنزل عليها بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكركم وكاري وبهارات فراخ بلاش مرقه، وببتدي ان انا اشوحها كويس، وبنزل معاها بالبصل والفلفل الالوان او الفلفل الاخضر او الطماطم، اي حاجه انت حابه تحطيها بتحطيها. بكون في الوقت ده سلقه المكرونه بتاعتي 3/4 سوا كده، خلاص خلصت الشاورما والمكرونه مسلوقه عندي 3/4 سوا، ببتدي اشتغل في البشاميل بتاعي. عامه انا بحب احط للبشاميل بتاعي في الاخر كريمه لباني، لو مكلفه فانت ممكن القشطه بتاعت اللبن اللي انت بتشيليها كل يوم هي بتحل نفس محل الكريمه اللباني. معانا اتصال استاذه رانيا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا استاذه رانيا، منوراني. ربنا يخليكي، انا اتصلت بس عشان اقول لك ان انت منوره الدنيا. ربنا يخليكي ليا، ده انت اللي نورتيني باتصالك. تسلمي لي، واكلاتك جميله جدا بجد. ربنا يخليكي ليا يا رب، انت اجمل، وانا سعيده جدا جدا باتصالك. تسلمي لي يا شيف اسماء، ما تحرمش منك ولا من ذوقك يا رب، نورتيني باتصالك يا استاذه رانيا. بس نرجع تاني للمكرونه بتاعتنا النجريسكو. معانا ام جانا، اهلا وسهلا. عليكم السلام، ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، منوراني يا ام جانا. الو ام جانا، معلش كلمينا تاني يا ام جانا. اكمل لحضرتك باقي النجريسكو. البشاميل عدد معالق المادة الدهنية هي عدد معالق الدقيق. انا نزلت باربع معالق سمنة او زيت او زبدة اللي انت بتشتغلي بيه، بنزل باربع معالق دقيق، خمسة خمسة. بعد كده بحمرهم كويس قوي، لما الاقيها خلاص دخلت في التحمير بنزل باللبن بتاعي، مش لازم الكمية كلها تكون لبن عشان ما يبقاش الموضوع مكلف عليكي، انت نص الكمية لبن ونص الكمية مرقة، او نص الكميه ميه ونص الكميه لبن، ما تكلفيش نفسك بحاجه. معانا استاذه هاله من القاهره. الو الو الو، اهلا. الو هلا. اهلا يا هلا يا هلا. انا معايا حضرتك اهو، اهلا وسهلا. اهلا يا ام هلا، معلش ممكن توطوا التلفزيون كده عشان نسمع بعض؟ عايزين نعرف الكيس كيس بيتعمل ازاي؟ والرز بلبن. الرز بلبن؟ اه. يا خرابي يا هلا، ده انا هعمل لك الحلقه الجايه رز بلبن وهقوله لك دلوقتي حالا. نورتيني وشرفتيني يا هلا. من عينيا الاتنين. الو؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الحاجه زينب، اهلا وسهلا. ايوه ايوه يا حاجه، مع حضرتك، اهلا وسهلا. الحاجه امينه. الو ايوه، اهلا وسهلا الحاجه امينه، مع حضرتك، اتفضلي. طيب ماشي. الله يخليكي، انت منوره الشاشة يا بنتي. ربنا يخليكي ليا، معلش وطي التلفزيون يا حاجة واسمعيني من التليفون. طيب شوية، طيب أنا عايزة أعرف بعد إذنك صينية الرز المعمر. الرز المعمر؟ عايزاه بإيه بقى؟ بالحمام ولا باللحمة ولا عادي؟ أموريني بقى، عايزاه بإيه؟ من عينيا الاثنين. حاضر، من عينيا الاثنين، حاضر، اموريني امر. شرفتيني باتصالك يا حاجه. الك...
الكب هنا استوى اهو خلاص، وانا عملت له تيست، بس ايه حبيت ان انا ما اخرجوش من سطح سخن لسطح بارد. معانا اتصال، استاذ احمد من القاهره. الو. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ ميرسي جدا على البرنامج الجميل بتاع حضرتك ده. ربنا يخليك يا رب، منورني. ربنا يخليك يا رب. عايزين نعرف طريقه اللي هي بتاعت محشي الورق العنب باللحمه. بفتيك وورق عنب عليه طاجن يعني. ايوه. عيني. حاضر، بس كده. حاضر، الله يخليك. وعايزين برضو طريقه اللي هي الجلاش اللي هو المحشي المهلبيه او كريمه. اعمله لك. حاضر، وهقول لك عليه. ربنا يخليك يا رب. عيني. نورتني باتصالك، متشكره جدا يا استاذ احمد. وادي الكب معايا، خرجته قدام حضرتك، ما عملتش اي حاجه من وراكي، عملته على الهوا وسويته على الهوا اهو، بس هو لسه سخن جدا عشان عايزه افتح اوريهولك قد ايه هش وطري وجميل. اسيبه بس يبرد شويه وهفتحلك وافرجك قد ايه هو طالع جميل جدا اهو، قد ايه طريه. بصي تبرد وهطلعها لحضرتك عشان تشوفيها. نبص على الرز وكل الاسئله اللي حضراتكم طلبتوها مني على راسي عينيا. حاضر، هجاوبكم عليها وهعملها لكم عملي ان شاء الله. احنا في انتظار الرز بتاعنا يتشرب ويستوي عشان نقدم الطبق بتاعنا. اقدر اكلمك شويه على الاكلات اللي هي هقول لك ايه، السمك فيها اوميجا 3، اقدر اكلمك على البرتقال، الليمون، فيتامين سي، كلها حاجات جميله وموجوده. هتكلم معاكي طبعا في حاجه مهمه جدا، احنا داخلين على الشهر الكريم، كل سنه وانتم طيبين وامه محمد كلها يا رب بخير، واللهم ارفع عنا البلاء. اقدر اكلمك، انت مش لازم تخزني ولا تتعبي نفسك ولا تقولي ده رمضان جاي ونفضل نشيل ونحط ولا اي حاجه، لا، هو ممكن انا من دلوقتي مثلا لو انا هعمل نص كيلو بسله، انا هخليه كيلو، هشتغل بنص وهشيل النص التاني في الفريزر، مش بس الرمضان يعني، ده روتين تمشي عليه طول حياتك، اتزنقتي في اي حاجه هتطلعي تشتغلي. الشوربه، انا مثلا عندي النهارده سلقت فراخ وما استخدمتش الشوربه كلها في حاجه، فانا ممكن اشيل شويه شوربه في الثلاجه، حصل ظرف ما منزلناش، اي حاجه حصلت بطلع وبشتغل على طول. الشوربه عندي شويه ملوخيه مخزناهم، عندي شويه لسان عصفور، خللت بتنجان، بقى عندي سفره محترمه من غير مثلا لحمه ولا فراخ، كل ده بس عشان انا عندي شويه شوربه انا شايلاهم. كل دي افكار ممكن حضرتك تستفيدي منها وهتفيدك كتير جدا من غير ما نخزن ومن غير ما نكلف نفسنا اكتر. اهو بصي حضرتك الكب اهي قد ايه هشه وقد ايه طريه اهو، ومستويه من جوه زي الفل، قطنيه وهشه اهي، وبالف هنا وشفا. واعتقد المكونات كلها موجوده عندك في البيت، عايزاه ساده تمام. ممكن نحط على وشه قبل ما يخش الفرن شوكليت شيبس من فوق، برده بيسيح وبيدي منظر جميل وطعم احلى. ممكن كمان نزوقه بالكريم شانتيه، نزوقه باللي احنا عايزينه، اهي حاجه هتفرح اطفالك وحاجه سهله وبسيطه وما خدتش منك وقت ولا مجهود. بص على الرز اللي احنا متوقفين عليه، صدقيني جربي اللي انا بقولك عليه. مثلا النهارده بعمل دقه لسمك، دقه لبتنجان، دقه لاي حاجه، انا ممكن اكتر شويه
واخليها بطرمان كده حطاه في باب التلاجة، يبقى كل حاجة عندي جاهزة ان انا اشتغل على طول، اطلع في اي وقت جاية من برة تعبانة عندي ظرف اي حاجة بطلع واشتغل. وما قلتلكيش خزني، ما قلتلكيش شيلي، ده من الحاجة اللي انا بعملها، بشيل جزء ولو بسيط هينفعني في حاجة بعد كده. جربيها، انا ماشي عليها بقالي كتير جدا ونصحت بيها ناس كتيرة جدا، والحمد لله كان استفادوا منها، وان شاء الله انتوا كمان تستفادوا. خلاص طالما الاستيك بتاعي برد بشيل الورق من عليه، خلاص كده هو تمام. هستنى بس اغرف الرز معاكي ونقدم الطبق بتاعنا، ومستنيه اقتراحاتكم واسئلتكم، الاسئله بتاعتكم، ومستنيه تقولولي اعمل ايه الحلقات الجايه. كل اللي عايز حاجه من عينيا الاثنين اعملها له وهنفذها له على الهوا. على ما الرز بتاعي يستوي انا هقولك على المقادير بتاعتي اللي اشتغلت بيها من اول الحلقة. عندي الستيك القطعة اللي انت بتحبيها، بس عامة الستيك دايما بتكون من ظهر الدبيحة او من ظهر العجل، لان هي بتكون انعم حتة ما فيهاش عضلات زي الرجلين مثلا، ما فيهاش عضلة فما بتشدش معاكي حتة اللحمة. فمهم جدا ان انت بتكوني رايحة للجزار هو عارف هو يديك ايه، وانت كمان تكوني فاهمة انت بتجيبي ايه. ريبراي، انتركوت، اي حاجة، اغلى حاجة في البوفتيك في الستيك قطعة البوفتيك، لان هي بتكون لحم صافي وبرده بتكون من الظهر، فبتكون حتة ناعمة وكويسة. الستيك عدد القطع اللي انت عايزاها. ما عملتش اي حاجة، سخنت الطاسة كويس، نزلتها اديتها صدمة مع المادة الدهنية، بدي صدمة الواحدة واستنى شوية تستعيد الحرارة بتاعتها وانزل بالتانية وهكذا. نكهتها بايه؟ رشيت عليها ملح خفيف جدا. لو الملح كتير يا جماعة هينزل العصارة بتاعت اللحمة، او لو قعدت كتير هينزل العصارة بتاعتها. وحطيت عليها روزماري وزعتر فريش اعواد زي ما هي عشان ما تتحرقش على وش اللحمة وتدي منظر مش لطيف. الثوم دقيته كده دقة خفيفة وعملته. المرة الجاية ان شاء الله لما اعمل لكم ستيك الجوس اللي نزل من الستيك دون هنعمله مرة بمشروم، وهنعمله عادي بالروزماري بالفلفل الاسود، وبتبقى صوصات مختلفة تقدري تقدميها جنب الستيك بتاعك. انا لسه بديكي افكار بس بداية تبتدي بيها، وبعد كده هنخش في الغني مع بعض ان شاء الله. النهاردة عملت معاكي كب كيك الشوكولاتة، كب كيك عادي بتشتغلي في الخلاط، ما مش لازم مضرب بيض ولا اي حاجة، وبيطلع معاكي ناجح وفي منتهى الجمال، مش محتاج اي حاجة. عندي 3 بيضات لو الحجم كبير، 4 لو الحجم صغير، كوباية ونص دقيق، 3 معالق كاكاو او معلقتين حسب قوام الكب معاكي، كوباية لبن، نص كوباية زيت، كوباية سكر. كل المكونات دي بضربها في الخلاط، وفانيليا نص معلقة او لو فانيليا سايلة نقطتين 3 كده بس في الخلاط. عندي البيكنج باودر نص معلقة او معلقة ممسوحة على المقادير دي. اهم حاجة الحاجة بتاعتي بتكون منخولة عشان يكون داخلها هوا، وتبقى الكوب بتاعي هش من جوه ما يبقاش مكتوم. خلاص كده. وعملت معاكي الرز العادي اللي احنا بنعمله في كل بيوتنا على طول، الرز الابيض، شوحته في المادة الدهنية بتاعتي، شوحته في المادة الدهنية واديته الملح واديته المية. لو انت عندك المرق او عايزة تعمليه بالمرقة براحتك، كل واحد واختياره. هو خلاص على سوا،
حالا هنحط الرز مع بعض. معلش سامحوني عشان وقت الحلقة. خلاص الرز بتاعي اهو معايا، هو محتاج تركية صغيرة. يبقى انت عملتي احلى طبق ستيك في البيت، مش محتاج منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. انا ممكن اقدمه، نقدمه مع الستيك. خلاص خلصنا، اسهل طبق ستيك ممكن تعمليه، هيشرفك على سفرتك ويشرفك قدام ضيوفك. متشكره جدا جدا لحضراتكم، وادي النهارده الستيك بتاعنا بمنتهى السهوله. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج مطبخ على الهوا، وحاجه سهله وبسيطه ان شاء الله مع الشيف اسماء. واشوفكم على خير. سلام عليكم.